اكيد في ضم لاعبين وبعد لاعبين مدرب ما له دخل تصير على مسؤوليتي انا تصير اي بطوله صارت جميع البطولات كوس العالم كوس اسيا جميع البطولات يكون في لعيبه ما تلعب الدوري فجاه انضمت للمنتخب زي ما تقول انضمت في لعيبه انضم للمنتخب ما ادري كيف مهم لعبوا او اساسيين بعد ما يلعب نادي اساسي ولعب المنتخب اساسي هذا شيء معروف بس هذا تغير بس حاليا احنا نعيش حاليا هو يحكي هو يتكلم معي انا السابق انت تقول حاليا حاليا تغير حاليا على الاحتراف اللي صاير معنا كل شيء تغير هذا هو اللي نتكلم احمد